أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مهتد بخيوط النور الذهبية الممتدة على انبساطة شاطئ المصنعة البراق بدهشة، استل الإعلامي الراحل يعقوب بن يوسف الزجالي حلمه قمرا، فكان قمرا إعلاميا لامعا في سماء الإعلام العماني، متسلحا بموهبته الفطرية وحنجرته الذهبية عليه رحمة الله ومغفرته. ولأن بدايته الإعلامية كانت مع إشراق فجر النهضة وبداية تولي السلطان قابوس طيب الله ثراه مقاريد الحكم في البلاد، فشاءت الأقدار أن يطيب ثراه في العام نفسه الذي رحل فيه فقيد الوطن الكبير، ليترك جرحا لا يندمل ومرارة فقد لا توصف. فكم كان للراحل الكبير أدوارا جليلة في تأسيس قسم البرامج الرياضية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، فهو المخرج والمعد والمقدم للعديد من البرامج الرياضية والسياسية التي كانت سابقة زمنها في ذلك الوقت، غير متذرع بضعف الإمكانات، رافعاً شعار الجود بالممكن، فأبهر الممكن بما كان موجوداً، ليترك بصمة أثرت في الجيل الآتي الذي سار على دربه وتعلم من مدرسته. وعمل الراحل الكبير خبيراً إعلامياً لشؤون الأخبار، وحظي بشرف تمثيل السلطنة في العديد من المحافل الدولية، يحصل على درع الشباب عام 1993 للميلاد، وعلى وسام الإعلام الرياضي عام 2011 للميلاد، وتم تكريمه خير تكريم من مصنعتنا تقديراً لعطائه غير المحدود وجهوده الكبيرة في ولاية المصنعة الجميلة. رحمك الله يا أبا نصر، وغفر لك يا يعقوب الزجالي، وجزاك الله خير الجزاء، وستبقى مسيرتك الإعلامية نبراسا تهتدي به الأجيال دهرا فدهرا، وداعا ليعقوب أي وداع، وداعا لروح تهوى العطاء.